جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. في بعرف أنا تعبت من كل هالقصة. منفى، يلي عم تعملي أنت مو صحيح. إذا كنتي بتعرفي شو الصح معناتها أنت عملي. ليش كتير معصبة هيك؟ لأنك من الصبح قاعد عم تسأل وتسأل على نفس الشغلة كل شوي. يعني السؤال ممنوع؟ إيه دقيقة واحدة بس. ما تتخانقوا خلاص. قولوا لي شو لازم نعمل هلأ. أنا عن جد محبطة كتير. وليش عم تطلعي فيه؟ لأنك أنت اللي تحملت مسؤولية هالشي من الأول وهلأ ضيعت كل هالأيام. مزبوط، بس ما سمعتي شو قال فيباف كمان؟ خلصنا من فيباف. ليكي، أنا تبهدلت كتير من مبارح. شايف بابا؟ شايف كيف صهرك عم يتصرف؟ طيب. شايف اللهجة اللي عم تحكي فيها بنتك؟ يعني حتى وقت يكون كل شيء تمام بتصير بدها تعمل قصة كبيرة من ولا شيء. لأنك بالآخر بتحط الحق علي بكل شيء. بالله. والله. لحظة معلش، بس لحظة. في مجال أحكي كلمة؟ إذا رح توقفي معه ما تحكي بيكون أحسن. ليكي أنا ما رح أوقف معه، بس رح أوقف مع الحق والمنطق. من وجهة نظرك أنا بحياتي ما كنت على حق. مانفا، شو أنتي عدوتي يعني؟ معناها فهميني ليش هو عم يعارض الشيء اللي تقرر. ليكي مانفا، أول شيء اهدي شوي وبعدين احكي. شوفي، إذا كنتي بدك تقولي أي شيء بخصوص أهلي أو تقرري شيء، بدك تاخدي وجهة نظري بعين الاعتبار. يعني أنت لساتك عم تحاول تقول إنه أنا ما بعتبر أهلك مثل أهلي، ومو هذا اللي بدك تسمعه مني؟ عمي سمعان شو عم تحكي؟ اهدى شوي فيباف، لازم نفهم هي شو عم تحاول تقلك. ما هذا اللي عم حاول أعمله من زمان. مو هي لازم تحاول تفهم شو بدي بس لمرة؟ ليك فيباف، ما حدا في يقنعني بشي أنا ماني موافقة عليه من الأساس، لهيك لا تحول معي ولا تعذب حالك لأنه ما في فايدة. أنت ساوي اللي بدك إياه وأنا رح ساوي اللي بدي إياه. تفضلي. بعيد.